فسمى هذا كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد الخيرواني، غفر الله له ولمن رأى فيه غير الصواب وأصلحه. انظروا معي إلى قضية المؤلفين القدماء كيف يتواضعون وينزلون إلى هذه الدرجة، غفر الله له ولمن رأى فيه غير الصواب وأصلحه. ما احنا الآن لما واحد يكتب سطرين نصفهم غلط لا يطلب من الناس ذلك، بل ربما تسول له نفسه أنه أكبر بكثير وأعلم بكثير من الناس. هذا الفرق بيننا وبينهم.